أخونا علي من السعودية، تفضل أخي علي. لا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم؟ حياك الله أخي علي. حياك. رسول اختصار الوقت، عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول، معلوم أن هناك مسائل اختلف فيها العلماء. نعم. فالشخص مني إذا سمع المسألة فيها قولين أو أكثر، نعم، من ينتبع؟ وهل يعني اتباع العام يختلف عن اتباع طالب العلم الشرعي؟ دكتور خالد، الأخ علي سأل سؤالين. سؤاله الأول يقول هناك مسائل مختلف فيها بين العلماء، يقول قد تكون هناك مسألة فيها قولان. يقول بالنسبة للإنسان العامي، من يتبع يأخذ بأي القولين؟ وهل اتباع الإنسان العامي يختلف عن اتباع طالب العلم يا شيخ؟ نعم، الواجب على من ليس له قدرة على معرفة الأحكام أن يسأل. نعم. ليصل إلى ما يوصله إلى القيام بحق الله تعالى عليه. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وهذا واجب على كل من جهل الحق ولم يعرف الطريق الموصل إلى مرضات الله جل وعلا، يسأل حتى يستبين. نعم. والله تعالى أمر بسؤال وحدد منهم المسؤولون، فقال فاسألوا أهل الذكر. نعم. وهم أهل القرآن العالمون به، الذين يدركون معانيه ويفهمون مقاصده ويعرفون بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما علت قدم الإنسان في فهم كلام الله وكلام رسوله كان أولى بأن يوجه السؤال إليه. نعم. فاسألوا أهل الذكر، أصحابه القائمون به، الدعون إليه، الفاهمون له، العاملون به، هؤلاء هم أهل الذكر، نسأل الله أن نكون منهم. آمين. إن كنتم لا تعلمون، يعني في حال عدم عن علمكم. هذا المطلوب في حال عدم العلم. والإنسان قد يعني يتيسر له من هو متحقق بهذه الصفات على وجه الكمال، ومن يكون دون ذلك، يعني قد يتيسر له الأعلى وقد يتيسر له عالم أو عارف بالأحكام ومطلع، فهنا لا يترك الأدنى ولا يترك الأعلى ويأخذ الأدنى، بل ينبغي له أن يبذل وسعه في أن يسأل الأعلى. لكن في حال عدم القدرة على التمييز، كما هو حال كثير من الناس اليوم، هذه القنوات يأتي فيها علماء مختلفون في أقوالهم، مختلفون في وجهات نظرهم، مختلفون في قدرة فهمهم واستيعابهم لمسائل الناس، مختلفون في قدرة توصيل المعلومة للناس. هذا الاختلاف لا شك أنه سينتج عنه اختلاف في النتيجة، وهي معرفة الحكم. فبالتالي إذا كان عند الإنسان التباس فإنه ينبغي له أن يسأل ليستبين ويستوضح. نعم. فإذا لم يتمكن من السؤال، بمعنى أنه في مكان لا يمكنه أن يسأل ولا يمكن أن يصل إلى من يسأله، ففي هذه الحال إذا كان عنده قولان فليجتهد طاقته في الترجيح بين هذين القولين. الترجيح له معايير كثيرة. نعم. لكن بالنسبة لغير العالم يرجح مثلا إما أن هذا العالم ذكر دليلا والآخر لم يذكر دليلا في المسألة، هذا ذكر أن هذا قول أكثر أهل العلم وهذا لم يذكر. الثقة الشخصية بالشخص المتكلم هذه أيضا لها دور. إذا كان يثق بأن طريقته في الوصول للحكم تستند إلى الكتاب والسنة ولا يصدر عن تعصب أو عن رأي مقلد أو ما إلى ذلك، كل هذه العوامل ممكن إذا استفاد ونظر إليها الإنسان العادي غير المتخصص أن يصل إلى ما يريد. في حال كونه ليس عنده وسيلة للترجيح بين هذه الأقوال واستوت عنده من كل وجه، في هذه الحال يختار ما يسر له وما تسهل عليه، لأن الدين يسر، وفي هذا ليس له سبيل أن يأخذ بالأيسر. من أهل العلم من يقول يأخذ بالأشد، ومنهم من يقول يأخذ بالأحوط، ومنهم من يقول يتوقف، ومنهم من يقول يسأل ثالثا، وهذه أقوال. لكن الصواب من هذه الأقوال كلها أنه يسأل، أنه يأخذ بما شاء من الأيسر، يأخذ بالأيسر والأسهل عليه، لأن هذا هو الأصل في الشريعة، أن الدين يسر. هذا في حال كون هذه الأقوال لا سبيل للترجيح بينها. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. أما بالنسبة لطالب العلم فهذا أيضا الجواب يتضمن بيان أنه طالب العلم الذي يمكنه الترجيح فإنه يجب عليه أن يسعى للترجيح.